بس برضه ذكريات حلوه مش هنساها. الصوره دي كانت في مسرحيه العربي الفصيح، فكنت بعمل فيها دور روحه الكوفتي. شنو هو عني ابدا. وهذيل الشباب اللي ابتلي بيهم امتنا قاعدين يتهمون تحت ريول الحريم الاجانب ويتركون حريم بلادهم لحد بكلهم عنا سو. لسه فاكره الايام دي كانها في الوقت. ايام دي كانت مسرحيه الخرطه فرطه، كنت اخرج لي سلسله نصات عملتها في مسرح القوم. ودي محروسة 2015 مع المخرج فهمي الغوري. مسرحيات حلوة وجميلة وذكريات أجمل. يلا مبقاش فاضل الذكريات.